طيب خلينا نعرف مزيد هنا من التفاصيل. معنا الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021. يا دكتور حازم صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على الجميع. أهلا بحضرتك. يعني الخبر بصراحة مطمئن جدا، يعني احنا شايفين إجراءات احترازية أعتقد أن هي هتتم بشكل احترافي جدا، فخلينا برضو نسمع أكتر من حضرتك. تفضل دكتور حازم. انتوا عارفين ان دي هتبقى اول بطوله يعني عالميه تتم في زمن الكوفيد يعني، وده يعتبر تحدي مش عادي لمصر يعني، فعشان كده الاجراءات الطبيه واخده المساحه اللي انتوا شايفينها دي. يعني مصر يعني عملت بطولات وكثيره وناجحه، ما كانش حد يسمع عن اللجنه الطبيه دي والاجراءات الطبيه، ما كانتش حاجه متداوله، لكن في ظل جائحة الكورونا في العالم احنا هيبقى عندنا 31 دولة بجانب مصر في نفس التوقيت في 4 صالات داخل الوطن، في وجود جماهير، في وجود حكام، في وجود جمهور ميديا من جميع الدول المشاركة وغير المشاركة، فالتحدي كبير جدا عشان دولة تقبل في هذا التوقيت انها توافق ان يبقى عندها كاس عالم في كوفيد بانديميك. واحنا بنقول ان في دول كبيره جدا في اليد ودول عملاقه ما كانتش هتوافق انها تعمل البطوله بهذا الشكل، ولذلك كل الدول المشاركه في البطوله كل عينيها على الاجراءات الطبيه في مصر. والحمد لله القرعه كانت على اعلى مستوى من الاجراءات الطبيه الاحترازيه. وفضل الله سبحانه وتعالى ان كل الوفود الاجنبيه اللي دخلت مصر حضرت القرعه لما رجعت بلادها وتعمل لها مسحات الكورونا الحمد لله كلها طلعت سلبي. الحمد لله. ودي اتنشرت على مجله الهاندبول الشهيره الهاندبول بلانت وعلى موقع الاتحاد الدولي لكره اليد. وكل التفاصيل الطبيه اليوميه اللي بتجرى في مصر بيتم تداولها على جميع الوسائل الاعلام العالميه المهتميه بكره اليد. فاحنا عندنا اجراءات من الفرق في بلادها، اجراءات وهي في المطارات وهي في مطار القاهره، وناخدها من مطار القاهرة إلى الفنادق، بالفنادق الملاعب، إجراءات صارمة. وهنطبق لأول مرة في العالم كله اللي هي ما يطلق عليه الفقاعة الكاملة. الفقاعة الكاملة دي تعني تثبيت كل العمالة، كل البني آدمين اللي هيبقوا إن دايركت كونتاكت مع الفرق. يعني هيتم حجر العاملين في الفنادق، حجر الأفراد اللي في الصالات، حجر الدكاترة، وأول مرة في تاريخ العالم هيتعمل حاجة اسمها كوفيد أوفيسر. اللي هو طبيب الكوفيد اللي هيبقى مسؤول عن كل فرقه، كل فرقه هيبقى مع طبيب مصري متخصص في اجراءات الكوفيد، هيبقى بالتعاون مع طبيب كل بعثه عشان يتم الاجراءات على اعلى مستوى. انتوا عارفين ان ما حدش هيخش مصر الا اذا كان معاه بي سي ار نيجاتيف خلال 72 ساعه، سيتم اعاده البي سي ار ميديتلي بعد ما يرجع كل العيله دي تروح فنادقها، هيتم حجر السواقين بتوع الفنادق بتوع الباصات. يعني في اجراءات شديده للتباعد، للماسكات، للدخول، للخروج، يعني اجراءات غير مسبوقه في العالم. ولدرجه ان الاتحاد الدولي، اعضاء الاتحاد الدولي مع الميديا الاجنبيه هيتم حجرهم برضه، هيبقوا في الفقاعه الكامله دي في من الفنادق للملاعب. ده هيستدعي ان في زونز، كل زون ليه لون، كل لون ليه اجراءات وليه اشخاص متواجدين. كل واحد هيبقى لابس البادج، البادج ده مختوم بخيط احمر مكتوب عليه الفول بابل اللي هي الفقاعه الكامله، اللي هو ليه الحق انه يوصل للعيبه. ده كلام محترم، يعني انا شايفه ان دي اجراءات او خطه موضوعه بتليق بحدث عالمي زي ده في بلد كبيره زي مصر، يعني كل التوفيق ان شاء الله والخطه تتم على افضل وجه. كمان دكتور حازم نشكرك جدا، دكتور حازم خميس شكرا لحضرتك.